مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. هذا اليوم درجات الحراره عند الظهر تراوحت ما بين 28 و 32 درجه في المناطق الساحليه، سجلنا 31 بتونس، وكانت ما بين 34 و 40 داخل البلاد، وصلت الى 45 درجه باقصى الجنوب بالبرمه. وكما تلاحظوا عبر صور القمر الصناعي، كانت السماء صافيه الى قليله السحب، تكاثفت وتراكمت السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط، وكانت مؤقتة رعدية رافقتها أمطار متفرقة بدأت بجهة القصرين ثم تنقلت نحو الوسط الشرقي للبلاد. خلال هذه الليلة من المنتظر أن تكون السحب عامة قليلة بمناطق الشمال، وسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بمناطق الوسط والجنوب في بداية الليل. درجات الحرارة ليلا ستكون ما بين 20 و 24 درجة بمناطق الشمال والوسط، وبين 22 و 26 تصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب. التوقعات الجوية اليوم الغد إن شاء الله طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تتكاثف هذه السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة خاصة بالشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد، مع ارتفاع طفيف في الحرارة، أقصاها سيكون ما بين 32 و 36 درجة بمناطق الشمال. بمناطق الوسط ستكون الحرارة قصوى ما بين 30 بالمهدية إلى 37 بالقيروان، 32 بالمنستير وسوسة، 35 بالقصرين، و36 بسيدي بوزيد، مع سحب رعدية محلية بعد الظهر بالوسط الغربي للبلاد. بمناطق الجنوب سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر دون فاعلية، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، أقصاها سيكون ما بين 36 و 42 درجة، ما عدا بجربة في حدود 30، و 32 بصفاقس وجابس، 36 بمدنين، 38 بقفصة، 40 بتوزر، 42 بقبلي البرمة وببرج الخضرة، 38 بتطاوين. بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري، ستتواصل الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدة في السواحل الشمالية، البحر قيول اضطراب لأن سرعة الريح لا تتعدى 20 عقدة، وبخليج الحمامات ستكون الريح جنوبية شرقية سرعتها كذلك ضعيفة فمعتدلة، البحر قيول اضطراب. بمنطقة الشابة ستكون الريح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى قوي نسبيا بعد الظهر، البحر قيول اضطراب فمضطرب. وبخليج جابس ستكون الريح شرقية إلى شمالية شرقية قوية نسبيا إلى حدود 25 عقدة، ما يقارب 50 كيلومتر في الساعة، والبحر مضطرب بخليج جابس. إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية. بين وقت شوط سحب قليلة 38 درجة عند الظهر. يتواصل الطقس عامة في استقرار بالمغرب الأقصى 26 درجة بالدار البيضاء. سحب قليلة في تلمسان الجزيرة العاصمة وعنابة 31 درجة. سحب قليلة كذلك بمصراتة وطرابلس 41 درجة. 32 ببنغازي، 30 بالقاهرة، 28 بالإسكندرية. بالمدينة المنورة سماء صافية إلى قليلة السحب 42 درجة، 39 بمكة المكرمة، 42 برياض، 45 بأبو ظبي، 44 بمسقط، 47 بالكويت، 42 ببغداد. طقس في استقرار بالشرق الأوسط 29 درجة بالقدس الشريف، أمطار بأنقرة واسطنبول 25 درجة، سحب قليلة بأثينا، أمطار بفيينا، وسحب قليلة بإيطاليا 28 درجة بروما. أمطار محلية بنيس، سحب قليلة بليون، جنيف، باريس، وسحب كثيفة مع أمطار ببروكسل ولندن 22 درجة. بعض السحب بمارسيليا، تولوز، برشلونة، أمطار مؤقتة رعدية ببوردو وبالباو وكذلك بلشبونة، سحب قليلة بمدريد 27 درجة و 28 درجة بمرقة مع ظهور بعض السحب. التوقعات الجوية بالنسبة إلى يوم الأحد، طقس صيفي 100%. ستظهر الشمس فترات طويلة تتخللها في البداية بعض الغيوم من النوع المرتفع تكون عابرة فقط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، تتقوي نسبيا بخليج جابس بعد الظهر. العوامل الجوية ملائمة لمختلف الأنشطة البحرية مع ملازمة الحذر بخليج جابس. وداخل البلاد سحب قليلة مع ارتفاع نسبي في الحرارة، أقصاها سيكون ما بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية، وما بين 36 و 40 درجة داخل البلاد. يوم الاثنين يبقى الطقس صيفي، لكن الريح ستكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى قوية بالسواحل الشمالية، وبالتالي ستتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية تكون من النوع المرتفع.
والحرارة تتواصل مرتفعة فوق المعدلات العادية بقليل. شروق الشمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في تمام الساعة 5 صباحا وغروبها في الساعة 7:43. أوقات الصلاة اليوم الغد 23 شعبان 1435 هجري. صلاة الصبح ابتداء من الساعة 3:07، الظهر بداية من منتصف النهار 28 دقيقة، العصر في الساعة 4:13، المغرب في الساعة 8:15، وصلاة العشاء في الساعة 9:35. لمزيد من المعلومات أدعوكم لزيارة موقع الويب meteo.tn أو استعمال الموزع الصوتي على رقم 88 40 04. في ختام هذه النشرة أشكركم على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.